مباريات، أربعة منها في نفس التوقيت، بجانب هذه المباراة بلدية المحلة وأسوان، القناة ولافينا. مساء الترسانة يستضيف أبو قير للأسمدة. إن شاء الله نستمتع سويا بمباراة اخترت لها عنوان الخبرة في مواجهة الشباب، عطفا على الخبرات المتمثلة في لاعبي المقاولون العرب واللي كثير منهم لعب في الدوري الممتاز في مواجهة. محمد كمال ومساعد تاني يارا عاطف وحكم رابع هو محمد خالد. على بركة الله بداية أحداث المباراة، أسعد بالتواجد مع حضراتكم المعلق الرياضي هشام فرحات بالهجمة المرتدة السريعة لصالح نادي المقاولون. أدي تشارلز باسي، لكن كان في تغطية ممتازة موجودة من مازن أسامة، واقع على أرض الملعب كده تشارلز، وأدي في كارت أصفر أول من نصيب اللاعب رقم 14 وهو مصطفى جمال. قرار التحكيم وقرار حكم المباراة، ادي الحديث ما بين عبد الرحمن صالح حكم المباراة وما بين محمد مكي حكم من 2014 درجة أولى من 2019 من منطقة اسكندرية. مقطوعة عند كريم عصام، كرة ما بين أقدام المقاولون وما بين أقدام لاعبي ديروت، لكن عدى من على الخط بشكل كويس قوي على طول. اللاعب الزيني عدى يلعب على طول عرضية الأرضية، لكن يطلع إبراهيم القاضي. هذه الخبرة اللي كانت موجودة عند القاضي، هذه الاحتكاكات اللي داخل منطقة الجزاء ما نحبش نشوف الكلام ده خالص. محمد عنتر لسه بتكلم انه هو خبرة يعلقها داخل منطقة الجزاء، ما يأمنش ليها كده شادي شريف ويلمسها وتطلع خارج الملعب من جديد الى ركلة ركنية يعني تالتة. هذا بص شادي لنادي المقاولون، جوزيف أوشايا يلعب على طول الكرة وادي الرأسية، لكن تعدي وتفوت بالهدف الأول. هادي عدت برأسية كانت موجودة، والهدف الأول لصالح نادي المقاولون العرب، رأسية كانت من محمد ماجد يسجل الهدف الأول للذئاب. إذن الذئاب يسجلوا الجول الأول في مرمى ديروت، وإحنا بنلعب في 19 دقيقة من عمر وأحداث الشوط الأول. هو الهدف الثالث له شخصيا محمد ماجد بعد ما سجل هدفين في الجولة الأولى زي ما قلت لحضراتكم، يسجل النهاردة هدف ثالث له محمد ماجد اللاعب الفلسطيني، ويروح لمحمد مكي المدير الفني. من أوشايا، ادي بص الارتقاء وادي الرأسية يا ولد على طول، يا ولد يا محمد يا مالي. هي ارتطمت في زميله ايضا، يعني ممكن كان يكون ابراهيم القاضي، لكن بص الرأسية وادي على طول الكرة عدت من التاني من لاعبي نادي المقاولون في المنطقة الأمامية، لكن سهلة توصل عند حارس المرمى شادي. يبدأ بسرعة اللعبة عند علي مهران، ينزل يستلم احمد حسنين، في ضغط موجود عليه من مصطفى جمال، يضغط عليه تاني من تشارلز باسي، وادي فرصه الهدف الثاني وادي الجول الثاني. ادي الهدف الثاني للنيجيري والهدف الخامس له شخصيا النيجيري تشارلز باسي، اللي قلت لحضراتكم كان سجل اربع اهداف من قبل. النيجيري الهداف يعني بكره استغل الخطا وقدر ان هو يسجل الجول الثاني له، والهدف الخامس اللي كان موجود عند حسنين حب يطلع الكره، لكن بص الخبره يا ولد 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 يا تشارلز يا ولد يا تشارلز يا باسي. ادي على طول على طول كده تشارلز باسي ما عملش اي حاجه، ما ألفش في الكوره، شالها تشيب من فوق حارس المرمى. اسيست الهدف الاول، تمشي كرة عند عبد الرحمن، مقطوع عند تشارلز باسي، يسلم على طول الكره الاماميه في اتجاه محمد ماجد في انطلاقه. ادي انطلاقه لكن توصل عند حارس المرمى شادي شريف، توصل عند شادي، لكن بص معايا تشارلز باسي محمد خالد. ادي جوزيف أوشايا لعبد الرحمن، تروح من جديد على تاني لصالح نادي ديروت. ادي على طول تسديده لكن تعلى وتخرج خارج الملعب الى ركله مرمى لصالح نادي ديروت في انطلاقه. ادي انطلاقه في نص الملعب تتلعب على طول اماميه في الطرف الايسر. ادي عجيب عاوز يعدي وعاوز يفوت ما بينه وما بين لؤي، عدى وفاته دخل منطقه ال 18، يرقص محمد عنتر يرجع من جديد. ادي عجيب الكتره والشجاعه، الكتره تغلب الشجاعه وتغلب المهاره، ويقطعوا كرتهم نادي المقاولون العرب. يقطع عنتر وتطلع الكره من تاني خارج الملعب الى تماس لنادي تشارلز باسي، يلعب عند عجيب، يسلم على طول كورته عند عمر مجد، عاوز يعدي عاوز يفوت. ادي عمر داخل منطقه ال 18 وادي حكم وراء ما فيش اي حاجه خالص، تروح على طول من تاني، وادي تسديده لكن تعلى وتطلع خارج الملعب الى ركله مرمى. بنلعب في الدقيقه الاخيره، وبالفعل حكم المباراه عبد الرحمن صالح يطلق صفيره نهايه احداث الشوط الاول بتقدم نادي المقاولون العرب بهدفين للا شيء. كان سجل الهدف الاول الفلسطيني محمد ماجد، وكان سجل الهدف الثاني
النيجيري تشارلز بيس. أصدقاء المشاهدين، وما بين لاعبين هذه المقاولون العرب اللي متقدمين بهدفين في أحداث الشوط الأول. بداية أحداث الشوط الثاني على بركة الله، تحياتي هشام فرحات للوصف والتعليق على أحداث الشوط الثاني. أسباب صعود نادي البلدية إلى الدوري الممتاز، واحد من اللعيبة الممتازة عبد الرحمن سمانة، لكن نشوف الكرة دي الأول عند تشارلز باسي بتسديدة لكن تخرج من الخطوط الدفاعية النادي ضيق. خلص الفارق وبعد كده يروح للتعادل، ولا المقاولون العرب هيخلص ويسجل الهدف الثالث عن طريق النيجيري تشارلز باسي. عدى وفات على طول الانطلاقة، عند تشارلز باسي والمرمى فاضي ويلعب على طول الكرة، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد مدافع نادي ضيق شهير بكامبا، لكن بص تشارلز باسي عدى وفات، بص لقى المرمى فاضي ما لعبهاش عند ماجد، حب يلعبها بقى في المرمى. خمس دقايق من عمره واحداث الشوط الثاني. اصدقاء المشاهدين بص الضغط اللي موجود من ثاني، نفس خطا الهدف الثاني لنادي المقاولون، تروح على طول الكوره تعدي وتفوت عبد الرحمن صالح، قال ان ايده كانت جنبه وقال يعني ان هي ما فيهاش ركله جزاء، لكن تسديده من جوزيف اوشايا وتطلع الكره خارج الملعب في ايده، لكن يعني وجهة نظر حكم المباراة. يلعب على طول الكرة تشتت بشكل خاطئ عند عنتر، تمشي على طول عند سمانة، ادي عبد الرحمن سمانة او على طول محمد ماجد، وادي تسديدة من ماجد لكن تطلع الكرة خارج الملعب الى ركلة مرمى. خطأ الرابع او الخامس، خطأ كان سجل منه تشارلز باسي وخطأ كان ممكن يسجل منه محمد في هذا الدوري، الدوري القوي الدوري الصعب دوري القسمة الثانية. تمشي الكرة من تاني الحاها يا ولد قبل ما تطلع خارج الملعب، علاء شعبان عاوز يعدي واحد على واحد ما بينه وما بين اوشايا على حدود منطقة ال 18، وادي على طول تسديدة لكن تطلع خارج الملعب الى ركلة مرمى. ادي ديروت، ادي مازن يلعب بالكعب كده عجيب، تروح على طول من تاني بالكعب يا ولد، ادي لمسة ولعبة، ادي تسديدة، تسديدة قوية، ادي تسديدة قوية وجملة يعني كانت ممتازة من لاعبي نادي ديروت في اول 10 دقايق من عمره واحداث الشوط الثاني. واضح ان نادي ديروت بيحاول ان هو يعمل حاجة، الوان طول اللي كان ما بين عمر ماجد كده داخل السكس ياردة، تتلعب على طول الكورة وادي الرأسية، وادي يمسك على طول محمود ابو السعود في مطالبة بركلة الجزاء من لاعبي نادي ديروت، لكن حكم المباراة عبد عمر مجدي يغير الملعب ناحيه اليمين، واحد على واحد علاء شعبان واللاعب اوشايا، علاء ولا اوشايا، اوشايا ولا علاء، ادي علاء عاوز يعدي وعاوز يفوت، واحد وسط اثنين، ادي المهاره يلعب على طول عرضيه الارضيه لكن له اي وائل كان مامن ويطلع كورته، تمشي عند سمانه، سمانه يسلم عند عبد الرحمن، مجهود كبير لعبد الرحمن في نص الملعب، كان سجل هدف الفوز في مرمى منتخب السويس في المباراه الماضيه في الدقيقه 90 بتسديده صاروخيه سكنت شباك السوايس، تروح الكره في الطرف الايسر من ثاني، ادي مازن يلعب العرضيه الارضيه لكن ابو السعود يطلع بالكعب كده من اللاعب اللي بيتواجد وهو عمر مجدي، يلعب على طول الكره ما فيش اي حاجه خالص، ادي على طول انطلاقه وادي عرضيه ارضيه لكن ما تلاقيش اي حد خالص، مين اللي جاي بقى؟ جاي متاخر، وادي تسديده، ادي ابو السعود يتالق ويطلع كورته خارج الملعب الى ركله ركنيه. لا في شغل كبير في احداث الشوط الثاني، يستلم كورته كده سمانه يلعب لعنتر يعلق عند ماجد، يلعب في اتجاه عبد الرحمن اكمل يسيبها عند جوزيف اوشايا، يلعب على طول العرضيه وادي الراسيه وادي الهدف الثالث، ادي الجول الثالث للذهاب، المقاولون العرب يسجلوا الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد ماجد الفلسطيني، يسجل الهدف الثاني له شخصيا في هذه المباراه ويسجل الهدف الرابع له شخصيا هذا الموسم الفلسطيني محمد ماجد. لكن بص معايا على العرضيه اللي كانت موجوده، ارقص براحتك يا ماجد، اوشايا والله بالمقاس لقى نفسه كانه بيلعب كوره ركله جزاء لكن براسيه، بص اوشايا بص ولمح على طول ماجد، يا ولد 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 يا اوشايا ويا ولد يا محمد يا ماجد الفلسطيني اللي كان سجل هدفين في الجوله الاولى امام القناه وسجل الهدف الاول في هذه المباراه ويسجل المباراه. ادي الكره تمشي وتفوت عند عنتر، المساحات بدات تكون موجوده في قلب دفاع نادي ديروت، تروح الكره عند تشارلز باسي اللي يلعب على طول العرضيه في اتجاه محمد ماجد لكن المره دي يطلع شريف، نزل اللاعب جواكيم اوجيري مكان عبد الرحمن سمانه في نادي المقاولون العرب، ادي على طول الكره داخل منطقه ال 18 وادي تسديده، جول 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 جول، نادي ديروت يسجله الهدف الاول ويقلص الفارق، والله كنت بتكلم على تقليص فارق لكن قبل الهدف الثالث لنادي المقاولون العرب ما يسجل، لكن موجود وانا هسجل الهدف وانا هقلص الفارق وانا هخلي المباراه تكون لسه موجوده، بص السرور يا ولد علاء شعبان ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عجيب يا ولد يا عجيب، لكن الثرو باص هو اللي كان عجيب من علاء شعبان، ضرب خط دفاع نادي المقاولون العرب وفي الزاويه البعيده يسجل الهدف الاول، قربوا من 6 ياردة تتلعب على طول الكوره، ادي براسيه من تاني
تخرج من الخطوط الدفاعيه وادي تسديده لكن تشتت من دفاعات المقاولون العرب. حكم المباراه يقول ما فيش اي حاجه خالص. ترجع عند مهران، ادي تدخل من تشارلز باسي لكن ركله حره باشاره. ادي محمد ماجد مقطوعه منه الكره تمشي على طول اماميه. ادي الكره ما بين القاضي وما بين عجيب، وادي الفرصه ما بينه ابو السعود يتالق، يطلع ابو السعود وينقذ مرمى، ينقذ مرمى ابو السعود من كره. محمد عنتر، ادي عنتر عاوز يعدي بمهارته، يرقص واحد والتاني ويعدي ويفوت محمد عنتر، يعلق الكره داخل منطقه ال18. ادي تمشي عند صبحي، وادي العرضيه، وادي الهدف الرابع يضيع بشكل غريب. الهدف الرابع يضيع على المقاولون العرب بشكل غريب مع استغراب اكتر من الجماهير المتواجده. الاحتكاك بتاع المباراه ولسه ما دخلش في جو المباراه اسلام، لكن بص الكره يا اسلام، اسلام مجدي لو مدافع في المكان ده وقت غير في احداث هذه المباراه. تتلعب على طول الكره، وادي الراسيه تعدي وتفوت، ادي فرصه الجول الثاني، عرضيه لنادي ديروت، وادي هوب عليها شعبان يسجل ولا ما يسجلش، ترتطم وتطلع خارج الملعب الى ركله ركنيه، ترتطم وتخرج خارج الملعب، يسجل هدف رابع عن طريق البديل وهو اللاعب اللي ضيع الفرصه مصطفى صبحي. بص الكره، وادي الراسيه، وادي ابو السعود يتالق، مفيش لا رايه ولا صفاره وما فيهاش اي حاجه خالص، لسه الكره داخل منطقه ال 18 في تدخل امام حكم المباراه سريعه. انتظروا الهدف الرابع للمقاولون او الهدف الثاني لنادي ديروت. ترجع الكره وتفوت دلوقتي عند شادي شريف، يرقص شادي شريف ويلعب بالنار، تروح على طول الكره. بص العرضيه اللي كانت موجوده مفيش اي تسلل خالص، وادي الراسيه يا راجل، مش ممكن، مش ممكن بشكل خطير لاعبي نادي ديروت. ادي الفنت، وادي الجمله اللي حافظينها، تتلعب على طول الكره براسيه، وادي على طول هدف الثاني، ادي الجول الثاني بهدف عكسي، نادي ديروت يعود. اللي سمعني وانا بقول يا المقاولون يسجل الهدف الرابع، يا ديروت يسجل الهدف الثاني، ديروت يسجلوا الهدف الثاني، يا ولد يا ولد يا ولد. ترجعوا بسرعه، ادي على طول الكره، وادي الراسيه ارتطمت في مين بقى؟ هل ارتطمت في مصطفى جمال؟ واون جول غيرت الكره اتجاهها وصعب على ابو السعود، وادي مصطفى جمال يا على الكره يا في منتصف الملعب بالنسبه لديروت. بتلعب على طول اماميه في الطرف الايسر عند سمير، ادي الزيني يعلق على طول الكره داخل منطقه ال 18. كان عاوز يغمزها، كان عاوز يغمزها كده اللاعب البديل مصطفى جمال، لكن هلا ابو غنيمه، لكن نشوف الكره دي الاول داخل منطقه ال 18 تشتت من خطوط الدفاعيه. يبدا مكي يامن لانه عارف ان في مشكله. تتلعب على طول الكره عرضيه تخرج من القاضي، ادي لسه الكره خطيره لنادي ديروت على حدود منطقه ال 18 لكن مقطوعه من جواكيم اوجيري لاعب نادي المقاولون. يعني الوقت هو العدو الاكبر دلوقتي لنادي ديروت، وادي الاحتكاكات اللي خارج الملعب على الدكه، ادي يعني الاعتذارات خصوص بهدف في الدقيقه 90 من عمر المباراه. ادي في كارت احمر لمين بقى؟ لاحد اعضاء الجهاز الفني والاداري من نادي المقاولون العرب. هل هو كابتن طلعت محرم؟ يعني توصيه من محمد خالد الحكم الرابع، لسه فيها جديد هنشوف. تتلعب على طول الكره داخل منطقه ال 18، وادي الراسيه لكن توصل بقى عند حارس المرمى محمود ابو السعود داخل منطقه ال 18. حتى حارس المرمى شادي شريف داخل منطقه ال 18، وادي الراسيه تشتت من خطوط الدفاعيه. ادي بص شادي، ممكن كره زي دي تعمل له مشاكل، وادي كره ممكن نشوفها لاول مره ما بين حارس مرمى نادي المقاولون وحارس مرمى نادي ديروت. لسه شادي شريف داخل منطقه ال 18، ادي الكره على طول عند اللاعب اللي بيتواجد وهو اللاعب رقم 28، وادي تسديده لكن تطلع خارج الملعب الى ركله مرمى، ومعاها حكم المباراه عبد الرحمن صالح يطلق صافره نهايه احداث المباراه. اصدقائي المشاهدين والمتابعين عبر شاشه اون تايم سبورتس، نادي المقاولون العرب يتفوقوا ويحصلوا على الثلاث نقاط.